أهلا بكم. استيقظ العالم فجر اليوم على صدمة نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وبينما قالت الحركة إن هنية استشهد إثر غارة صهيونية غادرة، أعلن الحرس الثوري أنه يدرس أبعاد حادثة استشهاده وسيعلن النتائج لاحقا. اغتيال هنية استحضر ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين والشهيد عبد العزيز الرنتيسي وغيرهم من القادة الذين قدموا دماءهم في سبيل فلسطين، كما أنه شكل نقطة تحول في سياق معركة طوفان الأقصى التي كان هنية يترأس إدارة ملفها السياسي والتفاوضي وسط تخوفات من إعادة تشكيل الحرب المستمرة على غزة وعودة شبح ذهاب المنطقة نحو حرب شاملة، خاصة مع عودة نتنياهو من واشنطن محملاً بجرعات إضافية من التطرف وبضوء أخضر لتجاوز كل الخطوط الحمراء. فماذا يعني اغتيال إسماعيل هنية؟ وماذا عن تبعات الإقدام على اغتياله؟ هل اختار نتنياهو الحرب الشاملة؟ وما هي سيناريوهات التصعيد المحتمل وسيناريوهات لجمه ومواجهته أيضاً؟ نناقش كل هذا في تغطيتنا حول استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. إذن ونرحب معنا في هذه التغطية بضيفينا من رام الله الباحث السياسي الدكتور عمر الرحال، ومن بغداد بالخبير الأمني سيف رعد. وأبدأ معك من رام الله الباحث السياسي دكتور عمر الرحال. دكتور عمر، ما الذي يعنيه استشهاد واغتيال إسماعيل هنية خاصة في هذا التوقيت من عمر المعركة ودلالة المكان طهران؟ مساء الخير لك يا أستاذ زينة ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين والمشاهدات. يعني أولا دلالة المكان بأن نتنياهو يعني ذاهب إلى هذه الحرب الإقليمية، وأن المكان لا يعني، وأن هناك كما تفضلت في مقدمتك الكريمة ضوءا أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. بكلام آخر، نتنياهو يريد أن يقول بأنه يستطيع أن يصل إلى المكان الذي يريد، ويريد أن يعيد يعني الهيبة وموضوعة الردع وترميم هذه الصورة الذي هشمت. نتنياهو يعني يعتقد مخطئا أنه باغتيال الشيخ إسماعيل هنية بأنه يمكن أن يحقق يعني نصرا، كما زعم أن هناك نصرا مؤزرا، أو أن اغتيال الشيخ هنية قد يوقف جذوة النضال والمقاومة الفلسطينية. هناك مئات يعني القادة الفلسطينيين الذين استشهدوا على مذبح الحرية والاستقلال منذ ثورة البراق عام 1929 حتى اللحظة، والشعب الفلسطيني يقدم قادته في هذه المرحلة. يعني أكيد هناك انعطافة يعني مهمة، وهناك لا أقول تجاوز خطوط حمر، الموضوع أبعد من ذلك، تجاوز يعني دي أيضا الدماء التي تسيل في قطاع غزة، الأطفال، النساء، الشيوخ أيضا هي نفس الدماء، ولكن هذا لا. الانتقال من حيث الجغرافيا إلى أماكن أخرى. نعم، تفضل بالبقاء معي دكتور عمر وأيضا سيد سيف، سأتابع هذا الحوار معكما، لكن اسمحا لي الآن أن أذهب إلى بيروت وهذه المداخلة مع المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحاج موسى. أهلا بك معنا سيد محمد. إذن غاب واستشهد قائد آخر من قادة المقاومة الفلسطينية، بداية ما الذي يعنيه استشهاد إسماعيل هنية خاصة في توقيته ومكانه؟ السلام عليكم، التحية لك للضيوف الكرام.
ولشعبنا الحر الأبي الصامد وللأحرار في مختلف ساحات الإسناد والدفاع عن الشعب الفلسطيني. أولا نحن ننعي بطبيعة الحال للأمة العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم هذا القائد الفلسطيني الكبير العزيز الشهيد القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي أفنى حياته من الشباب حتى المشيب دفاعا عن الأمة كل الأمة ودفاعا عن الحرية وعن العدالة وعن مقدسات الأمة العربية والإسلامية والمسيحية. هي خسارة كبيرة بطبيعة الحال، هي خسارة للشعب الفلسطيني لشعوب الأمة، خسارة مؤلمة وكبيرة، ولكننا على يقين بأن الأخوة في حركة حماس كما هي الحال على مدار الوقت كما هي حال كل فصائل المقاومة كل أحرار الأمة ستستمر ماضية قدما أكثر عنفوانا وحضورا والتزاما بالمبدأ والقيم لأجل المحافظة على دماء الشهيد والانتقام لدماء الشهيد. هذا الاحتلال قتل قبل ذلك الشهيد المؤسس الكبير الشيخ أحمد ياسين والجعبري والرنتيسي وصلاح أشحادي وقتل مؤسس حركة الجهاد الإسلامي فتح الشقاقي والقافلة تطول، ولكن نحن أمة لا تنكسر ولا يمكن أن ننكسر، وحركات المقاومة ليست عصابات أو مافيا عندما تقوم بقطع الرأس فأنت تلغي حضورها بشكل كامل، لا بالعكس. نحن نحمل دماء الشهيد، نقدر هذه الدماء ونسير بها حتى نحقق ما كان يريد من انتصار ومن إرادة. نعم، وهنا السؤال أيضا السيد محمد، يعني كثيرون من قلبهم اليوم على المقاومة يسألون هل المقاومة بخير؟ هل سيأتي من يسد فراغ قيادة حركة حماس خاصة في هذا التوقيت الحساس من عمر طوفان الأقصى؟ هذا أمر يقيني وهذا لا خوف عليه، يعني هذه مسألة لا خوف يعني منها بشكل كامل. يعني نحن عندما بدأ هذا الاحتلال بالاغتيالات، سياسة الاغتيالات بدأت في منتصف الستينات، وقتل الاحتلال معظم القادة المؤسسين لمختلف الفصائل الفلسطينية واستمر بهذا النهج حتى قتل القائد العزيز الشيخ القائد إسماعيل هنية. ولكن السؤال الأساسي، هل استطاعت هذه السياسة أن تقص العشب حقيقة وأن تمنع الفلسطيني من الاستمرار في ترتيب أوراقه وفي مراكمة على تجاربه وفي تحسين أدائه المقاوم وفي ثباته في الميدان؟ هذا لم يحصل، والدليل على ذلك أنه آنذاك كنا نقاتل بسلحة بسيطة وبعد ذلك بالحجر، والآن وصلنا إلى درجة من الاقتدار جعلتنا نقوم بعملية 7 أكتوبر ونصمت أمام هذا الجيش العاتي المدجج بالأسلحة والمدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 10 أشهر، ولا زالت بفضل الله كافة قواتنا في الميدان حاضرة. قبل معركة 7 أكتوبر هذا الاحتلال قتل معظم القادة العسكريين لسرايا القدس ظنا منه أنه بذلك سيجعل السرايا تتراجع، ولكننا بفضل الله ورغم خسارتنا لإخواننا التي تصحر الفؤاد تدمي الفؤاد وتتعبنا، ولكننا بفضل الله جعلنا هذا الاحتلال يرى العجب العجاب بعد هذا الاستهداف. وبناء عليه سيد محمد نسأل، ما الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي اليوم فعله من خلال إشعال الأزمات عبر الاغتيالات وليس تحقيق أهداف عسكرية على أرض غزة؟ الاحتلال مش أزمة مركبة، هو لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام ولا أرجع إلى الوراء. نتنياهو لا يتعامل بعقلانية ولا برشد، إنما بأزمة مقامر باحث عن مجد شخصي، وعلى ذلك هو لا يريد أن يتأقلم مع فكرة أن الخسارة حتمية وقد حصلت في قطاع غزة وعليك أن تتنازل عن بعض النقاط وأن تذهب إلى صفقة. وعلى ذلك وهو من هذا المنطلق يريد أن يوسع دائرة الاشتباك. لماذا؟ لأنه يعتقد بأن انتهاء المسألة في غزة على ما هي عليه الآن رغم الدمار الكبير سيعني أن اليوم التالي هو يوم تالي للمقاومة للشعب الفلسطيني، وأن المقاومة ستبقى حاضرة وتعيد ترتيب نفسها في قطاع غزة وستعيد الاشتباك معه مرة ثانية، وسيبقى عار 7 أكتوبر لاصق به بشكل شخصي هو وقادة الكيان. وعلى ذلك ورغم ظروف الجيش الصعبة على مستوى الجيش النظامي أو الاحتياط الذي يرفض حتى اللحظة أن يتم استدعاء وأن يذهب إلى الخدمة، 900 ضابط رفضوا أن يكونوا ضمن الجيش، نتحدث عن إشكالية على مستوى الأمن العسكر الاقتصاد السياسة، عدة جبهات، جبهة ثامنة الآن دخلت وفتحت على المستوى الداخلي، ولكن رغم كل ذلك لا يرى الاحتلال
ولا يرى نتنياهو إلا ضرورة توسع دائرة الاشتباك. لماذا؟ ليس لأن جيش الاحتلال قادر على أن يوسع دائرة الاشتباك، ولكن لأنه يريد أن يفرض على الولايات المتحدة الأمريكية حضورا ميدانيا في المنطقة. وبناء عليه سيد محمد، على ما تتفضل به بشأن توسيع دائرة الاشتباك، أختم معك بهذا السؤال، نعلم أن وقتك ضيق، ماذا عن استعدادات حركات المقاومة في كل المنطقة لمواجهة هذا وفق مبدأ وحدة الساحات الآن بعد اغتيال واستشهاد هنية؟ أننا لا نقاتل لأننا نملك القوة ولا القدرة، نحن نقاتل لأننا نملك الحق، وهذا أعظم وأجل، ولكننا لم نصل أبداً إلى درجة كما هي الحال الآن على مستوى الاقتدار والوحدة والتنسيق، وحدة الحال بين كافة قوى المقاومة، ولدينا بفضل الله هذا الالتفاف الجماهيري الكبير على مستوى شعوبنا وعلى مستوى أحرار العالم الذين انتفضوا بعد سنوات من تشويه الهوية من قبل الإعلام الغربي، وعندما أدركوا حقيقة ما يحصل. نحن لم نمتلك القدرة رغم اختلاف الإمكانيات والإرادة والروح، وهذا الاحتلال الذي دفع يوم 7 أكتوبر جزء من فاتورة حساب طويلة سيبقى يدفع أثمان باهظة. والآن المقاومة، أنا أؤكد لك، في حالة اقتدار على كافة المستويات، والأيام القادمة أنا أقول بناء على معلومات ستشهد ردا ميدانيا قويا يقسم ظهر هذا الاحتلال لما يقوم به من مجازر وتعنت، وسيفرض على هذا الاحتلال الموافقة على شروط المقاومة والذهاب إلى صفقة يحصل فيها الشعب الفلسطيني على ما يريد وعلى ما يجد له مصلحته. نحن لا نخاف من الغد، وهذا الاستهداف يعطينا ثقة أكبر بأن أصحاب حق، وهذه الدماء المباركة العزيزة الغالية دونها لن ترتوي شجرة الحرية، ودونها لن يصنع الغد الأفضل في الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحاج موسى، كنت معنا من بيروت. الآن ولمتابعة هذا النقاش أجدد الترحيب بضيفي من رام الله الباحث السياسي الدكتور عمر الرحال، ومن بغداد الخبير الأمني سيف رعد. وأتابع معك سيد سيف بالتحديد، قبل قليل كان معنا المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي وقال بناء على معلومات أن الأيام القليلة القادمة ستشهد ردا كبيرا من قبل فصائل المقاومة في المنطقة. بناء عليه أسأل، تبعات اغتيال هنية اليوم على كل المنطقة التي تقف أصلا من الأساس على حافة الهاوية؟ بداية شكرا سوزينة على الاستضافة، والتحية الطيبة لضيفك الكريم ولجميع متابعي قناة الفلوجة الفضائية. لا شك لو رأينا خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي قبل 6 أيام، كان هناك واضح من خطابه وتوقف على عدة محاور، وأيضا دعا من خلال وقوفه في الكونغرس بدعمه في مشروع القائم، وهو محاولة بناء حلف أو تحالف جديد وسماه التحالف الإبراهيمي، وهذا كان يدعو إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الدول التي متضررة من قبل إيران ووكلاء في المنطقة. أعتقد نتنياهو في هذا المكان بالتحديد في الكونغرس أخذ الضوء الأخضر، وبالتالي شرعنته يوم أمس في عمليات الرد التي حدثت على الناحية الجنوبية، وأيضا عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في طهران، وسيترك أثرا كبير على الساحة السياسية وعلى المشهد الإقليمي. وهو حاليا هذا ما صرح فيه حاليا، في قبل قليل صرح رئيس الكيان الصهيوني نتنياهو بأننا نعلم تبعات هذا الأمر ونحن مستعدين لكافة التبعات ومستعدين لكافة التداعيات الأمنية وأينما تصل. فبالتالي هو يجبر المتحالفين معه ويجبر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رأينا كان هناك بعض الارتباك وبعض
المسجالات الغير منطقية وبين وبين بايدن، لكن أعتقد استطاع نتنياهو بالذهاب إلى الكونغرس أخذ الدعم الكامل إلى بخصوص توجيه هذه الضربات، وأعتقد هذه الضربات كانت في تنسيق واضح مع الولايات المتحدة الأمريكية. اسمح لي أن أنتقل بما تفضلت به إلى دكتور عمر الرحال. إذن دكتور عمر، يقول السيد سيف أن نتنياهو جاهز اليوم لسيناريو الحرب الشاملة، وأبعد من ذلك يقول البعض أيضا أن نتنياهو أصلا يريد ذلك منذ فترة طويلة من عمر المعركة. بناء عليه، إلى أي مدى استشهاد هنية اليوم سيشكل بالفعل نقطة تحول في معركة طوفان الأقصى، خاصة أنه كان يترأس الملف التفاوضي؟ يعني أنا أعتقد جزما بأنه اغتيال الشيخ إسماعيل هنية قد يكون الإعلان الرسمي من قبل نتنياهو للبدء في الحرب الإقليمية، لأنه سلوك نتنياهو السياسي ومواقفه وتصرفاته منذ الشهر الأول للعدوان تشير بما لا يدع مجالا للشك بأن نتنياهو ذاهب إلى حرب إقليمية تبدأ ولا نعرف أين نهايتها. نتنياهو الذي فشل فشلا ذريعا في قطاع غزة، سوى من قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير الأعيان المدنية في مساحة جغرافية لا تزيد عن 365 كيلومتر مربع، ولم يحقق أي من الأهداف السياسية للحرب، سواء إعادة الأسرى تحت ضرب النيران كما قال، أو يعني اجتثاث المقاومة وإعلان استسلامها. هذا الموضوع حث بنتنياهو أن يفكر بجر الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لحرب إقليمية. نتنياهو طامح وطامع في السلطة، ونتنياهو لا يريد أن يهزم مرة ثانية أو هزيمة سياسية يمنى بها، سواء من خلال وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى أو ما شكل ذلك. لذلك هو يذهب، وعلينا أن نتذكر بأنه ضربه للقنصليات الإيرانية في دمشق كانت أيضا ومن أجل استفزاز الإقليم ومن أجل فتح جبهة جديدة في الشمال. الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ليست راغبتا في فتح هذه الجبهة حاليا. الولايات المتحدة هي معنية كما تفضل الأستاذ سيف وكما تفضلت في مقدمتك بأنه جاء محملا بمزيد من الكراهية والتطرف. وعلينا أن نتذكر تصريح نائبة الرئيس الأمريكي عندما تحدثت عن إيران وتحدثت عن حزب الله وبعض القوى العراقية والحوثيين والمقاومة الفلسطينية، وبين هلالين قالت بأن من حق إسرائيل أن ترد. لذلك هناك ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، وأتفق تماما مع الأستاذ سيد بأن نتنياهو من حقه أن يصل إلى إيران وأن يصل إلى لبنان وإلى اليمن وغير ذلك. لكن الولايات المتحدة لا تريد توسيعا لهذه لرقعة الحرب، لأن الموضوع أيضا مرتبط بمصالحها، مرتبط بالخليج وبالتجارة وبالبترول وأيضا بريطانيا وفرنسا على وجه التحديد. ومع ذلك علينا أن نبقى متيقظين، على الرغم من أن كل يعني الإشارات وكل المعطيات تقول بأن الجيش الإسرائيلي يترنح، وأن إذا سمحت لي بأن ليس بإمكانه أن يذهب إلى حرب أكثر من 3 شهور، لكن أنا برأيي المتواضع أن كل السيناريوهات مفتوحة، لأن الحرب مفتوحة والمعركة مستمرة، وبالتالي نتنياهو هو يريد هذه الحرب ويريد أن يشرك الولايات المتحدة بين هلالين لكي يتخلص من أعدائه. وبالتالي نتنياهو لديه الآن ولسان الحال يقول بأن لديه فرصة لمثل هذه الحرب الإقليمية. سأتابع معك هذه السيناريوهات. الآن أعود إلى السيد سيف رعد كخبير أمني. سيد سيف، إيران اليوم إلى أي مدى سيصعب عليها هضم الاغتيال هذا الذي تم على أراضيها لشخص هو قائد في محور المقاومة
أيضا في ليلة تنصيب رئيس جديد لها. يعني هذا محرج كان للنظام الإيراني، محرج جدا في أول يوم تنصيب للرئيس الإيراني، وأعتقد به رسالة، يعني رسالتين يعني مبطنة للنظام الإيراني، وأيضا رسالة منها للرئيس المنتخب الإيراني الذي من ضمن يعني برنامجه الانتخابي كان يسعى إلى فتح المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني خلال المدة التي سيقضيها في رئاسة الجمهورية لحد عام 2028. فأعتقد استبقت الأمر، الكيان الصهيوني استبق الأمر وحاول أن يسد أي ممكن فسحة للتفاوض بين الرئيس الإصلاحي الجديد مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. أيضا الإحراج الثاني، كلنا قد سمعنا في وقتها في يوم استشهاد ضيف العراق قاسم سليماني، يعني كان تصريح السيد علي خامنئي واضح بخصوص أنه هذا ضيفكم في العراق، فكيف يتم اغتياله في داركم؟ ما حدث هو أن تكرر السيناريو بأنه ضيف المقاومة الفلسطينية وضيف الفلسطينيين في إيران أيضا يعني تم اغتياله، ونحن كعراقيين لا نمتلك كنا تلك الإمكانيات التي يمتلكها النظام الإيراني. يعني الأجواء كلنا نعلم بأنها بيد الأمريكان، ليست لدينا منظومات دفاع جوي، لكن اليوم ما حدث وفق النظام منظومات الدفاع الجوي المنتشرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووفق الاستخبارات اللي موجودة، وأيضا البناية كانت تابعة يعني تحرسها قوة خاصة من الحرس الثوري الإيراني، وهي بناية متعددة الطوابق، ويعني انت توقعي الطابق اللي جوا اسماعيل هنيه كان زياد نخاله وهو امين منظمة الجهاد الاسلامي، يعني كان فرق طابق عنه، لكن الاستهداف كان دقيق، والاستهداف دقيق لغرفة وجسد اسماعيل هنيه، وهناك معلومات كثيرة حول عملية كيف توصل الموساد الإسرائيلي لهذه المعلومات الدقيقة وفي وسط العاصمة الإيرانية في طهران، أي معناه هناك خرق استخباري واضح، وقد النظام الإيراني حاليا يفتح تحقيقا بخصوص ما جرى، وبالأخص كلنا نذكر بأن هناك كان في عملية يعني اغتيال قاسم سليماني كان أيضا تم إعدام شخصية من الحرس الثوري الإيراني لتواطؤه في العملية. فبالتالي أكو خرق أمني داخل النظام الإيراني، وهذا محاول أن يكشف نتنياهو بأنه وحتى اليوم إذا نرجع سزينة على التصريحات، النظام الإيراني يقول الصاروخ جاء من خارج الحدود، الكيان الصهيوني يقول لا من داخل الأراضي الإيرانية. بالتالي هو بجهتين، يعني بالنتيجة هو يعتبر استطاع الكيان الصهيوني من اختراق النظام الإيراني، يعني إذا كان بالداخل فهذه صعبة أكثر. كيف استطاع أن وحتى في داخل الإيراني هناك تفاوت كبير عبر جدا هذه الأجواء بدون كشف أي تردد في التصريحات لحد نعم الآن. نعم سيزينة، قلت أنه حتى في الداخل الإيراني هناك تفاوت كبير جدا في التصريحات وطريقة الاغتيال والاستشهاد. سأتابع معك سيد سيف. الآن أنتقل مجددا إلى دكتور عمر الرحال. دكتور عمر، قلت قبل قليل أن واشنطن صحيح أنها أعطت نتنياهو الضوء الأخضر من أجل مواصلة هذه الحرب، لكنها أيضا لا تريد حربا شاملة. بناء عليه أسأل عن مآلات معركة طوفان الأقصى وسيناريوهات التصعيد خاصة في الأيام القليلة القادمة. يعني لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تكون هذه الحرب بهذه المدة الزمنية، ودائما كان هناك حرب استباقية، حرب وقائية، حرب بين هلالين على أرض العدو، حرب الضربة القاضية، حرب الأيام القليلة. ولكن لأول مرة في تاريخ هذا الصراع تكون الحرب على هذا النحو،
قوة عسكرية إسرائيل بقوتها المعتادة وبجيشها وباستخباراتها وبالدعم الأمريكي والبريطاني والفرنسي والألماني والإيطالي على مساحة جغرافية، وأنا لست خبيرا عسكريا، على مساحة جغرافية لا تزيد عن 365 كيلومتر، والمواطنين في قطاع غزة يعيشون فقط على 40% من المساحة الإجمالية لقطاع غزة، وقطاع غزة هو منطقة سهلية باستثناء منطقة المنطار، يعني هي يعني من حيث التضاريس منطقة مكشوفة وساقطة من الناحية العسكرية. نتنياهو رفع عديد من الشعارات الكبيرة، كما قلت اجتثاث المقاومة، تحرير الأسرى، الاستسلام، قضايا رفعها منذ اللحظة الأولى، ولكنه لم يحقق أي من هذه الأهداف سوى قتل المدنيين الفلسطينيين. لذلك هذه الفترة الزمنية الطويلة، وأنا بحكي اليوم عن 10 شهور دون تحقيق هذا الهدف، هذا يعني بأن أيضا المقاومة على الرغم من الإمكانيات المتواضعة والحصار المطبق والتجويع والقتل والإغال، هي صامدة وهي يعني قادرة على المواجهة ولن تعلن استسلامها. كما أن الحاضنة الشعبية اليوم توفر يعني هذا الدعم وهذا الغطاء الشعبي للمقاومة. إذن نتنياهو في قطاع غزة ليس باستطاعته أن يحسم ولا أن ينتصر ولا أن يحقق أي من الأهداف السياسية الحرب. هو يريد أن يذهب شمالا ويذهب شرقا، ويريد أن يهندس المنطقة، ويريد أن يستفز يعني دول الإقليم من أجل هذه الحرب. أنا مرة ثانية على الرغم من كل ما سكته من يعني الوضع الداخلي داخل دولة الاحتلال، إلا أننا علينا أن نبقى متيقظين بأن هذه الحرب هي حرب مفتوحة، وأن المعركة مستمرة والعدوان قائم، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يجزم بأن نتنياهو يمكن أن يذهب إلى مغامرة أو يذهب كما حصل يعني في كثير يعني الحرب العالمية الأولى سببها كان اغتيال يعني ولي عهد النمسا، الانتفاضة الأولى الفلسطينية بسبب مقتل واستشهاد 4 عمال فلسطينيين، الانتفاضة الثانية بسبب دخول شارون إلى ساحات الأقصى، وهكذا. وبالتالي يعني الموضوع كما قلت هو مرتبط أيضا بالأيام وبالتطورات الحبلى، وفي الأيام القادمة، وأنا يعني أؤكد بأن ما قام به نتنياهو باغتيال الشيخ إسماعيل هنية هو بمثابة إعلان حرب رسمي في الإقليم. لذلك حزب الله أيضا على الخط، ولديه شهيد من الدرج يعني من الدرج يعني الرجل الثاني في الحزب، وحزب الله عودنا بأنه لن يستكين، وإيران أيضا يمكن من خلال أذرعها المختلفة، الحوثيين، حزب الله، بعض القوى العراقية وغير ذلك، يمكن أن يكون هناك تطور. لذلك قد نشهد، وكما تحدث الأستاذ سيف، بأن ذلك محرجا جدا للإيرانيين في عدم الرد. صحيح دكتور عمر، خاصة أن حزب الله أعلن قبل نحو ساعة عن مقتل فؤاد شكر وأكد هذا النبأ. أنتقل مجددا إلى سيد سيف رعد. سيد سيف، قال الدكتور عمر، وهذا رأي الكثير من المراقبين والمحللين، أن نتنياهو عجز عن تحقيق الأهداف السياسية والعسكرية للحرب، فلجأ إلى سياسة الاغتيالات. أمنيا عسكريا، كيف يمكن أن نفهم اللجوء اليوم إلى سياسة الاغتيالات، وأيضا كيف يمكن أن تؤثر على مسار المعركة المستمرة والمفتوحة على أرض غزة؟ يعني هو نتنياهو بسياسته هذا يحاول التنفيس عن ما حدث بعد والفضيحة الكبرى، يعني الفضيحة الكبرى بعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، يعني ما أدى إلى فشل منظومة الاستخبارية وكافة المنظومات الأمنية باختراق مجاميع خاصة من حماس إلى مستوطنات عدة، وأدى إلى دخولهم إلى عدة كيلومترات. فهذا الأمر
يعني أحرج في وقتها الحكومة الكيان الصهيوني التي كانت تتغنى دائما باستخباراتها وبقوتها القتالية وبدفاعها. اليوم ما يحاول ترميمه نتنياهو بتطرفه بإرهابه بتعنده، يحاول إعادة الثقة بينه وبين المواطنين، بين مواطني الكيان. هذا اللي حاول يعيده من خلال استهداف بعض الشخصيات، وهذه الشخصيات كانت في سوريا وإن كانت في لبنان، وأيضا آخرهم الشهيد إسماعيل هنية. محاولة إعادة الثقة، ثقة هذه الشعب اللي عايش بالمستوطنات بحكومة نتنياهو، هذا اللي حاول يرممه. أيضا عندي تعقيب على ما تكلم به أستاذ ضيفنا من رام الله بخصوص أنه نتنياهو لا يستطيع أنه يتجاوز مثلا الأمريكان أو لا يخالف الرأي الأمريكي بعدم التصعيد. أصلا هو نتنياهو ليش قلت أنه قبل قليل بأنه أصبحت هناك تشنجات واضحة؟ كان نتنياهو يرفض توقف إطلاق النار مع الدعوات المجلس الأمن والأمم المتحدة، وأيضا بايدن الدعوات بايدن الرئيسية له، وكان يرفض ذلك، كان يرفض. وهذا ما حدث، أنه تعنته هو اللي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وقوفها في الكونغرس وعملية هذه المسرحية اللي سواها، محاولة جر الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما حدث بالفعل. اليوم أكثر من 3 برمائيات خاصة وأكثر من 2500 جندي توجهوا من قبرص إلى بالقرب من شواطئ لبنان. وهذا التحرك العسكري معناها وجود دعم كامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم الوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية ملتهين بالانتخابات وعم عدم التصعيد، لكن الوضع الأقليمي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تخالف رأي نتنياهو والكيان الصهيوني، لأن أمريكا تعتبر إسرائيل الخط الأول للدفاع على الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط، فتتعامل مع مجريات الأحداث. ومع هذا الأمر تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا نرى بأن تحرك عسكري أصبح لدعم والدفاع عن إسرائيل. حتى تصريح لويد أوستن يوم أمس وزير الدفاع، نحن سندافع عن إسرائيل. هذه كلها دعم واضح وعلني من الكونغرس للحكومة. نعم دكتور عمر الرحال، اليوم كما هو معلوم قواعد شعبية وجماهيرية كبيرة داعمة للمقاومة وحركة حماس في المنطقة، هذه القاعدة متخوفة، يعني تسأل الآن وفي هذا التوقيت من عمر المعركة ومن عمر المفاوضات الجارية، من الذي سيملأ الفراغ في قيادة حركة حماس؟ وهل هناك خوف على المقاومة انطلاقا من التجارب السابقة والاغتيالات السابقة التي شهدتها الحركة الإسلامية في فلسطين؟ يعني مرة ثانية، على الرغم من الخسارة الكبيرة برحيل واغتيال الشيخ إسماعيل هنية كقائد لفصيل فلسطيني أساسي ورجل مناضل وأسير وقائد طلابي ورجل وحدوي، ويعني هذه الشخصية الدامثة والقريبة للقلب، يعني هذه خسارة كبيرة. ولكن كما قلت في بداية حديثنا بأنه الشيخ عز الدين القسام الذي فجر الثورة الفلسطينية المعاصرة في بداية ثلاثينيات القرن الماضي استشهد في المعركة الأولى، ولكن بعد ذلك تدحرجت وأصبح لدينا قادة كبار عظام قادوا هذه المعركة، بالإضافة لذلك بأنه هناك عشرات القادة الفلسطينيين الذين استشهدوا وهم يعني من رموز الفصائل، الصف الأول والثاني والثالث في فصائل العمل الوطني. نعم قد يكون هناك
يعني بهذا الاغتيال خسارة كبيرة، ولكن أيضا حركة حماس والمقاومة عصية على الانكسار. اليوم هناك عدد كبير من القادة والشباب ويعني الرجال، ومن الناحية التنظيمية والإدارية لا أعتقد بأن ذلك سيؤثر على حركة بحجم وقوة وحضور وإمكانيات حركة حماس. هناك عدد كبير وأسماء وزنة، وحماس كما تعلمي ويعلم الجميع هي امتداد لحركة الإخوان المسلمين، كما أن انطلاقتها في 14/12/1987 حتى اللحظة يعني أن هناك تاريخا كبيرا، كما أن الحركة يعني قدمت رئيس الشيخ ومؤسس الشيخ أحمد ياسين، ثم الرنتيسي، ثم المقدمي، ثم صلاح الشحادي والجعبري والشيخ صالح العروري وعشرات من قادتها على مذبح الحرية والاستقلال. مرة ثانية خسارة كبيرة وفاجعة اغتياله، ولكن لن يكون هناك تأثير، سيما وأن يعني المقاومة عصية على الانكسار. هناك يعني كوادر، وهناك من يحملون يعني الشهادات، وهناك من هم يعني أسرى محررين، وهناك أساتذة جامعات ونقابيين ومهنيين وعمال وفلاحين في الحركة. وبالتالي حركة بحجم حركة حماس أنا أعتقد بأنها عصية على الانكسار، ومرة ثانية الخسارة كبيرة والفاجعة مؤلمة. ولكن الاحتلال يعني يعتقد مخطئا بأنه باغتيال القادة يمكن أن يوقف جذوة النضال الوطني الفلسطيني. مرة ثانية أقول لك بأن يعني رغم الخسارة سيبقى النضال الوطني الفلسطيني مستمر حتى يعني تحقيق الحرية والاستقلال، وقطعا سيزيدنا كفلسطينيين عنفوانا ونضالا من أجل تقرير مصيرنا. نعم سيد سيف رعد، كما هو معلوم أنه تزامنا مع عمليات الاغتيال إن في بيروت وفي طهران شهد مقر للحشد الشعبي في جرف الصخر غارات أمريكية أدت إلى مقتل عدد من عناصر الحشد. ما الذي يعنيه هذا التطور وتوقيته أيضا على خط الأزمة؟ يعني هو التوقيت إذا رجعنا هو توقيت كان متزامن مع عملية الضاحية الجنوبية ومع عملية أيضا الاغتيال التي حدثت لإسماعيل هنية. أعتقد الساحة العراقية ساحة لديها الحساسية والأسباب، أسباب يعني حساسة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تدع الكيان الصهيوني أن ينفذ عمليات بالعمق فيها. بالتالي حتى بيان وخطاب نتنياهو قبل ساعة تقريبا قال احنا هاجمنا على 3 دول، يعني على 3 أماكن، فكان يعني كأنما يشير، لم يحدد، كأنما يشير بأن ما حدث قد يكون في العراق أيضا متزامنا مع العمليات الأخرى. إذا رجعنا على الوضع فهو اعتبر هو خرق واضح، هو خرق واضح لكافة المواثيق الدولية ولكافة الاتفاقيات. وبالرغم ما احنا عندنا مع الحكومة الأمريكية عندنا اتفاقيات إطار استراتيجي، وأيضا عندنا حاليا دا نكتب مذكرة تفاهم ثنائية أمنية لعدة سنوات. هذا الأمر طبعا رح يحرج الحكومة واجعلها في موقف حرج أمام الفصائل التي تنادي بإخراج القوات الأمريكية. فأعتقد هي الحال، الحكومة اليوم تقف بين كماشتين، بين كماشة فصائل تنادي بإخراج القوات الأمريكية وبين كماشة الاقتصاد الأمريكي والاتفاقيات الأمريكية. هذا الموقف المحرج اللي به الحكومة الحالية، لكن لا معنى أن هذا الموقف المحرج يجعلها خالية من المسؤولية عن ما حدث. هي جزء أساسي من السبب الاستهداف وتتحمل جزء من المسؤولية
بذلك القائد العام للقوات المسلحة وكل اللي موجودين في القيادة الأمنية تعتمد على أيضا القرار السياسي، وأيضا مجلس النواب جزء من هذه المسؤولية التي تحدث من استهدافات متكررة. هؤلاء شباب عراقيون يعملون تحت علم ودولة وفق يعني قانون وتحت شعار هيئة الحشد الشعبي، وهي هيئة رسمية قانونية، بالتالي يستهدفون يعني بتهمة والله إنه عجلات تنطلق تريد تضرب يعني تستهدف التحالف الدولي. زين احنا مو انا وياك عندي اتفاقية إطار أمنية، ليش ما أعطيت المعلومات للأجهزة العراقية أو لرئيس الوزراء حتى يتمكن من هو اتخاذ الإجراء اللازم؟ وهذا يجعلنا سزينة أيضا ندخل باستنتاج بأنه ماكو ثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الحكومة العراقية بالتعامل في هذا وإلى الملف. أي مدى سيد سيف سيضع الفصائل ذلك مفاوضات انسحاب التحالف الدولي من العراق في مهب الريح؟ طبعا يعني هي المفاوضات يعني اعتقد لح تتوقف، يعني حسب البيان يعني اللي شفته اللي صدر من الناطق العسكري بان هذا يعني ادانه واستنكاره اعتبر عمل مشين، لكن يجب ان لا يكتفي البيان بهذا الحدود، يجب كان المفروض على الحكومه استدعاء السفارة ممثل السفيرة الأمريكية، وكان مفروض تقديم بيان احتجاج على هذه العملية كونها استهدفت منظمة وهيئة مقاتلين يعملون تحت ظل الدولة، فبالتالي كان المفروض أن يكون العمل على خطوتين، على خطوة دبلوماسية وعلى خطوة أمنية. لهذا أنا أحمل الحكومة يعني جزء من المسؤولية لأنها ما اتخذت هذه الخطوات لغاية الآن، لم تستدعي السفير الأمريكي ولم تقدم مذكرة احتجاج رسمية حول الأعمال التي الاستهدافات التي حدثت بالتحديد في لواء 47 حشد شعبي في منطقة السعيدات في جنوب محافظة بابل. دكتور عمر الرحال، أسأل عن الشق الفلسطيني أيضا والمفاوضات المتعلقة بطوفان الأقصى أيضا بدورها، إلى أي مدى هي اليوم في مهب الريح؟ يعني نتنياهو لا يريد نجاحا للمفاوضات، هو يريد مفاوضات من أجل المفاوضات، وهو يريد أن يرسل رسالة للولايات المتحدة الأمريكية ولبعض الدول الأوروبية وللرأي العام الإسرائيلي بطبيعة الحال بأنه جاد، ولكنه يراوغ ويكذب ويماطل وهناك تسويف، ونتنياهو لا يريد أن يذهب أصلا إلى إنجاز صفقة، لأن نتنياهو يدرك تماما أن إنجاز الصفقة يعني هزيمة سياسية نكراء جديدة سيمنى بها نتنياهو إذا ما ذهب إلى صفقة، لأن ذلك سيعني تحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين، هذا بالإضافة بأنه لا يعني أمام جمهوره وأمام ناخبيه وأمام الشارع الإسرائيلي بأنه لم يحقق أي من الأهداف. لذلك لو جاءت يعني هذه المبادرة ولو وضع نتنياهو الاشتراطات كما يريد وسلم المقاومة يعني المبادرة الخاصة بوقف إطلاق النار وكتبت بيده وقبلتها المقاومة كما هي دون أن تتدخل بأي فاصلة أو نقطة، لذهب نتنياهو وقال بأنه نسي كلمة أو أن هذه الكلمة كان يعنيها كذا. قصدي أقول بأن نتنياهو لا يريد إجراء للمفاوضات. المقاومة تنازلت وقبلت يعني تدخل الوسطاء القطريين والمصريين، وقبلت أن يكون هناك تراجعا في بعض النقاط ولو كانت يعني هامشية بشكل أو بآخر، لكن كان هناك قبولا. ما زالت المقاومة عند رأيها وعند موقفها حتى اللحظة، لكن لا أعتقد بأن الأمور ستسير كما هو مخطط لها، سيما وأن هناك يعني انتهاكات وأن هناك إغال وأن هناك تجاوزات وأن نتنياهو يعني يقتل ويغتال ويذبح في قطاع غزة. بناء عليه دكتور عمر، بناء على هذا التطور غير العادي، هل نتوقع أن تمد واشنطن تل أبيب بجرعات إضافية من التطور أم تعمل على لجم هذا
التصعيد وإيجاد مخرج أو مدخل لحل دبلوماسي ما؟ يعني بداية يعني هذا التصعيد الإسرائيلي وعملية الاغتيال في بيروت وفي طهران لم تكن لولا أن هناك مباركة وضوءا أخضرا أمريكيا. هذه مسألة يجب أن يعني نتفق عليها شئنا أم أبينا، لأنه نتنياهو لا يستطيع أن يذهب إلى هذا الحد دون الغطاء الأمريكي. وبالنسبة لي كفلسطيني، وأكيد يعني زملائنا من الدول العربية لديهم نفس الموقف، بأن هناك السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الاحتلال ثابتة لا متغير في السياسة الخارجية الأمريكية، سواء كان إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور عمر الرحال، وأتوجه بالسؤال إلى السيد سيف رعد. سيد سيف، أيضا يعني اليوم هل نحن أمام تصعيد شامل يحرق المنطقة بما فيها، أم أن واشنطن ربما قد تعمل على لجم هذا التصعيد حفاظا على مصالحها الكبيرة بالآخر وليس من أجل شعوب المنطقة؟ يعني كل البيانات التي خرجت من ابتداء من السيد علي خامنئي إلى رئيس الجيش الإيراني إلى قادة فصائل المقاومة كلها تطالب بالثار، ولكن يبقى تحديد الوقت لهذا الثار. يعني الثار من اغتيال حزب الله، من اغتيال رئيس أركان العمليات الخاص بحزب الله اللبناني، يعني متى هذا حزب الله اللبناني هو سيتخذ القرار؟ أيضا اغتيال إسماعيل هنية أعتقد سيكون الرد إيرانيا، وأيضا الاستهداف الذي حدث في جرف الصخر، وأيضا أعتقد قبل ساعتين أكو كان استهداف في منطقة السيد الزينب في سوريا، لكن لم يحد لحد الآن إلا من الشخصية التي استهدفت لغاية الآن. كل هذه المؤشرات تدل بأن هناك قد يكون تصعيد واضح، لكن كل جهة تعمل على بنك الأهداف التي لديها وتعمل وفق خطة. طبعا أكو روابط، أكو اتصالات، أكو غرفة عمليات تعمل هذه الفصائل عليها، ممكن أن نرى هناك قد يكون ردا يعني من قبل عدة أطراف يعني بوقت ويوم محدد. وهذا ما أشار له أيضا نتنياهو في خطابه قبل قليل بأنه سنمر بأيام صعبة، الأيام القادمة ستكون علينا أيام صعبة لكننا مستعدين لها، وهذا يدل بأن لديه المعلومات الكاملة بأن ستكون هناك عمليات رد قادمة على الكيان الصهيوني. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني سيف رعد، كنت معنا من بغداد. الشكر موصول أيضا للباحث السياسي الدكتور عمر الرحال، وكان معنا من رام الله. شكرا جزيلا لكما.